دايما المراقبة، الإنسان بطبيعته لما يجد مراقبة زي ما حضرتك بيلتزم، يعني فكرة المراقبة، ففي مراقبة هتبقى في مشروع احنا متقدمين بيه، وإن شاء الله يجد نور يعني في سواء في الحكومة ديت أو في الحكومة القادمة، هو نظام المراقبة الإلكترونية. نعم. والمخالفات المرورية الإلكترونية. طيب، وتعقيبك الأخير دكتور محمد. يعني بس هي في حتة بتاعت إنه المواطن لما بيروح بره بينصاع، أنا عايز أقول إن إحنا يعني زي ما قلت حضرتك الجناحين مطلوبين، النظام القوي. نعم. والأفراد اللي هي عندها استعداد تطبق. لو إن إحنا قلنا إن نظام موجود ونظام صارم، تكلفة إن أنا أطبقه على أفراد ما عندهمش استعداد هتبقى أعلى من التكلفة، عشان برد على حضرتك في الحتة دي. أكيد. هرجع بس الجزئية مهمة في إن الجهاز عنده مشاريع مش بس تنسيق، في مثلا مشروع إن هو يعمل التعريفة الموحدة ويعمل فير كوليكشن سيستم موحد. بطاقات حضرتك عارفة إنه طبعا في المترو حاليا بدأنا نشغل، ودي من ضمن الحاجات اللي هي بنسميها يعني الحمد لله نجاحات إلى حد ما على أرض الواقع. عندنا فكرة الكونتاكتلس كارد أو البطاقات اللي هي الممغنطة، بدل ما بنستخدم النظام القديم، لا بقى دلوقتي موظفين المترو بيستخدموا هذه البطاقات، وفي خلال اسابيع قليله هتطرح للجمهور. المفروض ان احنا بعد كده الجهاز ده عنده طموح انه يبقى بعد فتره قريبه من الزمن يبقى كل وسائل المواصلات بيتم استخدامها من خلال كارت موحد. حضرتك تطلعي من مترو الانفاق تركبي مثلا مايكرو باص، تركبي اتوبيس نهري، تاخدي مثلا مونوريل، تاخدي اي وسيله من وسائل المواصلات بنفس الكارت اللي هو الموحد ده. ان شاء الله نتابع مع حضراتكم. بشكركم شكرا جزيلا دكتور محمد العجرودي مستشار وزير النقل، ومهندس خالد حسينه مقرر لجنه النقل بحزب الحريه والعداله، جزيل الشكر لحضراتكم. ومشاهدينا الكرام، لن نبعد كثيرا عن الشارع المصري، هذه المره مع الامن في الشارع، الحوار التالي مع جلال عوان. وصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات المصرية بالوجه البحري والقبلي لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار في الشارع والتصدي لأعمال العنف والبلطجة والخارجين على القانون. اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قام بمفاجأة الضباط والأفراد الذين يشنون حملة تفتيشية موسعة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بشارع حسن المأمون بمدينة نصر. والتقى الوزير بالضباط والأفراد المشاركين في الحملة وأثنى على جهودهم وطالبهم بمزيد من الجهود لتحقيق الانضباط للشارع المصري. كما طالب وزير الداخلية من الضباط والأفراد حسن معاملة المواطنين من أجل مد جسور الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة. قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية وصل حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون. واستهدفت الحملات البلطجة بشتى صورها ومنعها وكشفها، وضبط محرز الأسلحة النارية والبيضاء ومتجري ومتعاطي المواد والأقراص المخدرة والهاربين من السجون خلال أحداث الثورة وما بعدها والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، والحد من ظاهرة سرقة السيارات، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملات خلال الساعات 24 الماضية عن ضبط 39 بندقية آلية وبندقيتين FN ورشاش و34 بندقية مشاشخنة وغير مشاشخنة و13 طبنجة و126 فرد محلي الصنع و1378 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وثلاث طلقات مضادة للطائرات وورشة لتصنيع الأسلحة النارية و657 قطعة سلاح أبيض وست سجناء هاربين و13 تشكيلا عصابيا ضموا 32 متهما ارتكبوا 19 حادث سرقة متنوع. كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 368 قضية مواد مخدرة
وكذلك ضبط 39 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقيتين وأربعة فرود محلية الصنع وإحدى وعشرين زجاجة مولوتوف وسبعة عشرة قطعة سلاح أبيض. وفي مجال تنفيذ الأحكام أسفرت الحملة عن تنفيذ 42,785 حكما قضائيا متنوعا فضلا عن ضبط 487 دراجة بخارية مخالفة و49 سيارة مبلغ بسرقتها. زي ما تابعنا مع حضراتكم في التقرير اللي سبق عرضه منذ لحظات قليلة صور تفرح، مش طبعا مش صور المقبوض عليهم لكن صور المضبوطات، صور المضبوطات، كم من الأسلحة، كم من المخدرات، عدد من ورش تصنيع الأسلحة الغير مرخصة. هل هذا يكفي أم أن هناك إجراءات مطلوبة أكثر من هذا؟ بدأنا نحاول نعرفه مع حضراتكم عن الحالة الأمنية في هذا اللقاء. اسمحوا لي أن أرحب بسيادة اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، أهلا بحضرتك معنا. سيادة اللواء، طبعا احنا شايفين في التقرير أن هناك عمل لجهاز الأمن العام في مصر التابع لوزارة الداخلية أسفر عن بالتأكيد مضبوطات وضبط حتى خطرين وخارجين عن القانون. هل النسب اللي اتقالت في التقرير هي نسب طبيعية ولا ده قليل أمام حجم السلاح الموجود في مصر؟ أكيد اللي اتقال ده قليل، لأنه فعلا دخل مصر الفترة الماضية السنتين اللي فاتوا كم هائل من الأسلحة، والأسلحة متنوعة وأسلحة تصل إلى تسليح الجيوش، منها موجود في سيناء واللي بيتهرب بقى للمناطق الداخلية داخل مصر، بلدي الآلي والطبنجات ورؤوس الصواريخ. والحقيقة يعني احنا نأمل ان هي طبعا يبقى في استمرار واستمرارية لجهاز الشرطة في انه يؤدي دوره الرئيسي بقى، لان النهاردة دور جهاز الأمن الحقيقة ما انتش عارف يتصدى لمظاهرات او يتصدى للمشاكسين او يتصدى للعابسين، انما هو دوره الرئيسي ان هو يؤمن مصر ويؤمن اهل مصر، ده دور الامن الرئيسي. والحقيقه احنا نتمنى ان يبقى يضاعف الجهد ويضاعف التركيز والمواطن يبتدي يساعد رجل الشرطه عشان نقدر نصل الى ما هو افضل من ذلك. وانا بقول ان دي نسب قليله لان حجم الاجرام الجنائي في مصر وخاصه بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ وخروج المئات من المعتقلين الجنائيين الخطرين جدا، مش خطرين بس، خطرين جدا على الأمن العام، اللي ينبغي أن يعودوا مرة أخرى إلى هذا المعتقل عشان الأمور تهدأ والشارع يهدأ، لأنه بيستغلوا وبيستعان بيهم في كل مصائب، بيستعان بيهم في المظاهرات وبيستعان بيهم في التظاهرات السلمية. ويخشوا شكل الجريمة كمان اختلف في سيادة اللواء، يعني الحقيقة كان بيبقى فيه سقف، كان فيه جرائم تصل إلى حد القتل لكن كان بيبقى وراها دوافع وأسباب. طبعا. لكن دلوقتي بقى القتل يعني حد معدي في الشارع كده ما يعجبوش شكله بيقتله، يعني بقى فيه جرائم صحيح جديدة على المجتمع المصري. كلامك سليم، وده ناتج برضو عن كلما سهل تداول أداة الجريمة وهي السلاح والإفلات أيضا وعدم وجود مواجهة رادعة وتطبيق للقانون حاسم، لازم تلاقي جرائم ولازم تكسر الجرائم. إنما اللي يمنع هذا إن أنت النهارده بتحلق على مصادر دخول الأسلحة للبلاد وبعدين بتبتدي تطبق القانون تطبيق حاسم. يعني ينبغي أن يطبق رجل الشرطة حق الدفاع الشرعي أثناء تعامله مع المجرمين، ولا بد أن يكون ذلك محط اهتمام لجميع الأجهزة اللي بتعاون جهاز الشرطة، بمعنى أن أنت ما تجيش النهارده تؤدي دورك وتقتل ملطجي بيتعدى عليك في كمين وبعدين تخش تبص لنفسك بتتسأل سين جيم قدام النيابه وممكن تتعرض للحبس. طيب
في نقطة عاوز أرجع لها مع سيادتك تتعلق بكم الأسلحة التي هربت إلى داخل مصر، سواء من الحدود الغربية يعني من ليبيا أو من الحدود الشرقية وأحيانا عن طريق السودان. طبعا احنا بنسمع أرقام متضاربة، يعني ما فيش رقم صادر من جهة تستطيع أن تقول أن هذا رقم موثق طبعًا كمصدر طبعًا. لكن سمعنا 12 مليون طبعًا، وسمعنا 7 مليون، وسمعنا 6 مليون، الرقم بالملايين. حضرتك بحستك وخبرتك الأمنية، هل ممكن فعلا يكون في ملايين الأسلحة التي تدفقت؟ يعني الرقم المليوني ده ممكن يكون صحيح؟ ممكن نوصل يكون فعلا 12 ولا 6 ولا 3؟ هو يعني الأمور ما تصلش إلى 10 و 12 والكلام ده، ممكن تصل إلى 2 مليون قطعة سلاح، 3 مليون بكتيره. ليه؟ لأن هو طبعا الأمر كان في ليبيا فتحت مخازن سلاح الدولة، كل ما يبقى ده بياخد سلاح بالعربيات. وبعدين احنا بيننا وبين ليبيا الحدود قريبه خالص العمليه صحيح. يعني يعني العربيه تخش دخلت مصر خلاص. وبعدين المهربين كثيرين، انا يعني مش عايز اقول ان انا سمعت ان في سيناء بيعملوا مزادات على الاسلحه، مزادات عمليه محتاجه ده يعني عين عينك مزاد، يعني عاوز زبائن تيجي بقى لقونا ناس هربان داخله من الانفاق عشان تشتري السلاح وتعود كمان طبعا. بس احنا بنسمع ان يعني وجهه النظر الاخرى الغير مصري حقيقه، يعني ان الانفاق هي رئه للاخوه الفلسطينيين، وان غلق هذه الرئه يعني ستمنع الاكسجين عن سكان غزه، وده ما يصحش من دوله عربيه مجاوره زي مصر. طيب يا ريه، ما احنا عندنا منافس، احنا عندنا منافس قانونيه وطبيعيه بتصلنا بالجانب الاخر، ومن خلالها نقدر نودي السلع ونودي كل حاجه. اشمعنى التهريب؟ ينبغي ان تعلم ان هناك، ودي كانت اخر، دي مش وجهه نظر على فكره، ماشي، ده انا بنقل لحضرتك وجهه النظر الاخرى. لا، هو احنا عندنا منافس حدوديه طبيعيه، وهذه المنافس بتصلنا بالجانب الاخر بالطرق القانونيه، ونقدر احنا من خلالها نبعت الدوله تصدر، او يبقى في منطقه تجاره بين الدولتين وبين البلدين، وهذه المنطقه تعود على الدوله بالنفع. طيب في عندي لغز ارجو من حضرتك، انت ما عرفتش ان تهريب السولر كان من عبر الانفاق؟ ازمه السولر اللي في البلد دي النهارده كان نص كميه السولر اللي بتنزل المدعوم من جيب المواطن المصري. طبعا كان بيتهرب لغزه وبيتهرب عن طريق الانفاق. في لغز بالنسبه للانفاق او معادله ربما تكون جيوستراتيجيه وربما تكون لها طابع امني، ما فيش اقدر من حضرتك ممكن يساعدنا في فك هذا اللغز. في سنة 2008 وقت عملية الرصاص المصبوب من إسرائيل في قطاع غزة، لما اشتد الضرب وكان معبر رفح مغلق وكانت الأنفاق شغالة، الإخوة الفلسطينيين أو تحديدا فصيل سياسي في غزة قام باقتحام بوابات معبر رفح وفجرها بالديناميت، ووقتها مات عساكر مصريين من الذين يحرسون الحدود، وقالوا أن المعبر مغلق وأن هذا المعبر هو الشريان الذي يمدنا بكل ما نحتاجه في قطاع غزة، كيف يغلق ونحن نتعرض للقصف؟ الآن المعابر تغلق، الأنفاق تغلق، والمعبر يظل، لكن نفس الرفض. طب نفهم إيه؟ هم عاوزين معبر والأنفاق تغلق، ولا عاوزين المعبر يغلق والأنفاق تشتغل؟ لأن في الحالتين ما عجبهمش، يعني سنة 2008 فجروا البوابات. أنا أقول لك على حاجة، آخر إحصائية قريتها الحقيقة، أن هناك 70 من الإخوة الفلسطينيين أصبحوا مليونيرات من تجارة الأنفاق. يعني تجارة بالملايين، بالمليارات وبالمليارات. التجارة طبعا ده ناهيك عن تهريب الأسلحة، يعني التجارة اللي هي تجارة البضائع ناهيك عن تهريب الأسلحة. وبالتالي ما تقدرش أنت تقول، إحنا كمصر لابد أن نحكم حدودنا، ولا بد ان نتحكم. زميلنا عصام سامي بيقول 700 مليار 700 مليون دولار. ايوه، يعني عايز اقول ان التجاره دي تجاره رائجه، وفي هناك في السلطه الفلسطينيه في حماس بياخدوا عليها ضرائب على تجاره الانفاق وحاجات من هذا القبيل، وبالتالي هم يعني من مصلحتهم ما تتفلش، مصلحتهم الانفاق تظل. طيب لكن ده هل يشكل هذا تهديدا للامن القومي المصري؟ الاجابه ما فيش شك، بالتاكيد ما فيش شك، لان احنا
ضبطنا ملابس عسكريه بتهرب عن طريق الانفاق، ضبطنا ناس مسلحين باسلحه غير تقليديه. برضو تاني ما لازلنا في حل اللغز، طب ما الانفاق تغلق بالكامل والمعبر موجود، الاخوه الفلسطينيين محتاجين شاي، محتاجين سكر، محتاجين توافد للمرضى او الدارسين وخلافه، سواء كان بضائع او افراد. اهلا وسهلا من خلال المعبر، ايه المشكله انه لازم يبقى تحت الارض؟ يعني ايه الحكمه في ده؟ الحكمه هل ده لصالح القضيه الفلسطينيه؟ برضه عاوزين نفهم. هو عشان يبقى فيه المشروع وغير المشروع. يعني المسموح والممنوع من خلال النفق. لما انت طبعا مش هتقدر من خلال المعبر تهرب سلاح او تهرب سولار او تهرب متهمين او تهرب ناس جايه ترتكب جرائم، مش هينفع الكلام ده، لان المعبر قانوني وبيتم فحص من يدخل ومن يخرج. انا بفتكر بس ايام الثوره كان في عندنا قضيه في مصر تخص عرفت اعلاميا بقضيه حزب الله، كان في ناس اشتروا بيت على الممر الملاحي لقناه السويس. الحقيقه بعد فتح السجون في مصر المتهم الرئيسي كان اسمه سامي تقريبا، سامي شهاب، ايوه، وصل غزه بعد ساعتين وخرج على الهواء في احدى القنوات الفضائيه. طيب يعني ما هو ده كان جاي في قضيه اسمها حزب الله، قضيه تنظيم حزب الله وليه يضر بالامن القومي المصري، هو مش هيرجع تاني ولا خلاص كده؟ رفضوا، جاء جانب اخر رفض انه يسلم المتهمين الذين تم تهريبهم من السجون بدعوى انهم مجاهدين. طيب ماشي، لا تعليق على اي حال عشان ندخل تاني في يعني هو منطقه تماس طبعا ليها علاقه بخروج ودخول طبعاً اسلحه طبعاً الى مصر. لا نرجع تاني للحاله، ما زلنا بنؤيد موقف القوات المسلحه وموقف الفريق اول السيسي في اصراره على غلق هذه الانفاق وعلى التصدي للجماعات اللي موجوده هناك اللي هي بتحاول ان تفرض سيطرتها على سيناء وبتحاول ان تجعل من سيناء اماره زي ما قالوا، ولكن احنا واقفين وراء الفريق اول السيسي وبنسنده، واقفين وراء الامن القومي المصري وحمايته. بالظبط كده، بالظبط كده، هذا هو المهم، هو ده هدف القصه بتاعت تهريب الاسلحه. خلاص اتفهمت بيجي منين وتدفق تقريبا، يعني تبقى لتقديرات حضرتك في حدود من 2 ل 3 مليون قطعه سلاح، بخلاف الورش طبعا اللي بتصنع اللي هو ما يعرف بالمنتج المحلي. محلي هذا الصراحه. خليني ارجع مع حضرتك في علاقه ما بين شعور الامن لدى المواطن حقيقه او ان هناك عمل وجهد من وزاره الداخليه. يمكن احنا شفنا قبل كده وحضرتك كان ليا شرف استضافه سيادتك في حمله امنيه، كان اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه ركب قارب مطاطي زودياك في المنزله وقاد بنفسه بين الضباط والجنود عمليات لمطارده بعض البؤر الاجراميه في بحيره المنزله، وكانت حمله امنيه ناجحه موفقه. طيب بعد كده مشيت الامور لحد ما وصلنا الى ان البعض قد نصب من نفسه شرطيا وقاضيا وعشماوي، يعني بيمسكوا الحرامي دي شرطه فيحكم عليه بالقتل وهم كمان ينفذوا الحكم. ازاي وصلنا من المرحله دي للمرحله دي؟ يعني من مرحله ربما كنا نسير في الاتجاه الصحيح وبشكل متزايد وبعدين حصل تراجع. والله يعني ما تقوله انت ده مساله خطيره جدا، انها ان احنا نصل الى ان كل واحد ياخد حقه بايده، او كل ما ترتكب جريمه نمسك المجرم نمثل بيه او نولع فيه او نقتص منه او نقطع ايده. المساله دي هتدخلنا في دوامه، وطبعا مما لا شك انه لما يبقى جهاز الشرطه يضعف او ما يؤديش عمله على الوجه الاكمل هنجد هذه الظاهره هتزيد وهتستشري. وطبعا انت في ذهنك الناس الاثنين اللي هم في الشرطه محل زياد في تابعه لمركز المحله الكبرى بمحافظه الغربيه وفي الشرقيه، ايوه بالظبط، وغيره وقبل كده على فكره كمان في ذهننا الناس دي. الناس لو كانت لقت امن موجود كانت هتسلم المتهم او كانت على الاقل هتلجا للامن، انما الحقيقه الامن في الفتره دي المسألة السياسية بتشغله، ومسألة التصدي والمواجهات التظاهرات ومسألة واخدة جهد كبير، واخدة أفراد كتير، واخدة ضباط كتير، وبالتالي أنت بتجد أن الأمور الناس ما بتلجأش. تقدير حضرتك كرجل أمن أو توقعك
عرض تقرير زي اللي احنا عرضناه من شوية لبعض المضبوطات ولبعض المقبوض عليهم من العناصر الخطرة، هل ده في حد ذاته ممكن يولد حالة من حالات الشعور طبعا بالأمن لدى المواطن، ولا المواطن ملزموش قوي انه يشوف ده على الشاشات بقدر ما يلمسه فعليا في الشارع؟ هو الاثنين، انا بشوف بطمن شوية لما لازم ألمس الكلام ده في الشارع فعلا، لأن احنا درسنا ان الأمن ده ليس سلعة، انما الأمن إحساس انت تشعر به وانا اشعر به والمواطن يشعر به، شعور تمشي تجد يأتي في المرتبة الثانية بعد الشعور بالأمن الغذائي، يعني طبعا حتى في 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 دين الإسلامي أيوة أمنهم من خوف وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف في المرتبة الثانية بالضبط كده. نعم، وبالتالي احنا طبعا كنا يعني مثلا نصر على ان يبقى رئيس الدولية ينزل ياخد عربية ويترجل في الأماكن التجارية ليشعر المواطن بتواجده، وكلما شعر المواطن بتواجد رجل الشرطة في الشارع كلما ده زاد شعوره بالأمن، كلما تصدى رجل الشرطة لأعمال البلطجة وأعمال المخالفة في الشارع المصري كلما ده ادى الانطباع لدى المواطن بتواجد قوي. أنا فاكر مرة ناقشت مع حضرتك على الهواء أيضا مشروع كان برضو الوزير السابق الحقيقة يعني محض صدفة يفكر فيه، وهي عسكري الدرك. صح، وناقشت ده مع حضرتك بعد، يعني هل هذا المشروع بتغير شخص الوزير يعني رودي ما عليه؟ هو الحقيقة الفترة الماضية كان في بعض المشاكل في داخل جهاز الشرطة وتعلق هذا الأمر بالأمنة وبالمندوبين وبالعساكر الدرجة الأولى. طبعا هو الراجل النهاردة السيد الوزير نقدر نلتمس العذر أنه واجهته صعوبات داخل الجهاز لابد نسيطر عليها الأول ويتم حلها أولا، ثم بعد كده نقدر نقول أنزل بقى عسكري الدرجة، إنما الموضوع المشروع توقف. توقف. لا، لكن وقت ما ناقشت حضرتك في هذا المشروع قلت أنه سيعيد كثيرا فعلاً من حالة الاستابيليتي استقرار الأمن. احنا بنقول يعني أنا كنت مدير إدارة الدوريات الأمنية في أمن القاهرة، كنا عاملين خطوط سير للسيارات وخطوط سير للدورية الراجلة وخطوط سير للموتوسيكلات بيغطي مساحة ومسافة كبيرة من دائرة القسم ويتواجد ويحل مشاكل ويقبض على اللصوص ويواجه. فدي عاوز اناقش مع حضرتك حاجة يمكن برضو أرجو حضرتك تعذرني في الطرح، بتيجي في بال ناس كتير جدا، هل المسألة الآن لرجل الشرطة أصبحت خاصة بما يحمله من سلاح متطور لمواجهة خارج عن القانون، ربما يحمل سلاحا أكثر تأثيرا من الذي يحمله، ولا القصة في فقدان، أنا آسف ما بين قوسين، هيبة رجل الشرطة لهيبته لدى المواطن طبعا الغير سوية اللي خلته أصبح متجرئ عليه؟ يعني القصة كان ممكن يمشي من غير سلاح خالص، لكن حتى المجرم يعمل له 100 حساب ويديله تعظيم سلام. هل المسألة تتعلق بنوع التسليح وكيفية التسليح، ولا بفقدان الهيبة؟ برضو الاثنين. فقدان الهيبة أتت نتيجة انهيار جهاز الشرطة، جهاز انهار في فترة من الفترات انهار. انا بس انا مش عارف انا قلت صح، يعني توصيفي صحيح فقدان الهيبه، عشان كده اعتذرت وارجو ان ما حدش يزعل، بس لا انا لا من قيم. لا، هو فعلا في فقدان الهيبه، ما فيش كلام، وده ناتج بقول لك عن الهزه اللي كانت في الجهاز. جهاز قوي كان وكان متماسك، فوجئنا بهجوم على اقسام الشرطه، سرقه سلاح الشرطه، تعدي على رجال الشرطه، قتل رجال الشرطه. انت عندك النهارده من بدايه الثوره لحد النهارده في 137 قتيل وحوالي 1700 مصاب من رجال الشرطة من الضباط والأفراد. فما فيش شك ان دي أول مرة تحصل من 100 سنة ان يحصل العدد ده من الشهداء والمصابين في جهاز الشرطة. احنا مش بنحارب، احنا بنقبض على المجرمين، وما بننزلش مثلا نروح مش في الجيش، انما هذا العدد عدد ضخم. يعني احنا محتاجين وكسر الهيبه فعلا. طبعا يعني احنا مش بس محتاجين ميزانيه لاعاده تسليح افراد وضباط الشرطه وتسليحهم بشكل كافي، محتاجين ايضا ترميم. بالظبط، ترميم بالظبط لعلاقه رجل الشرطه بالمواطن، وعوده هذه الهيبه على ان تكون مصحوبه باحترام وحب وليس خوف. هذا كلام 100%،
واحنا كنا دايما نقول لاولادنا من الضباط صغيرين لابد ان تكون علاقتك بالمواطن علاقه جيده. نعم. ولابد من حسن التعامل، لان المواطن ما بيني وبينك يعني المواطن بيلجا لك لما بيحتاجك. صحيح. بيبقى مزنوق، وبالتالي انت ما بتقابله كويس بتقدم له فنجان شاي، بتستضيفه في مكتبك، بتقدر تتعامل معاه وتعمل له محضر وبتاع، بيطلع ده ينقل ده لغيره والصوره تتحسن بقى. حسن الصوره ده هو ده اللي بيعود على جهاز الشرطه. يعني بيهم كل مواطن مصري ان يكون جهاز الشرطه في مصر صحيحا وسليما ومتعافيا. تمام. نهايه هذا اللقاء لا يسعني مشاهدينا الكرام سوى ان اتوجه بالتحيه لسياده اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخليه الاسبق والخبير الامني والاستراتيجي. شكرا لحضرتك وزير الشرطه. ومشاهدينا الكرام الى هنا تنتهي هذه الحلقه، لكم كل التحيه من القاهره، تصبحون على خير.